السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. دعونا يا شباب نصارح أنفسنا ونضع أيدينا على موضع داء الأمة حتى نعرف الدواء الشافي ونصيب الجرح، ونركز على القواعد والأصول وليس المباني والفروع. فلا يمكن للأمة أن تنهض وتقوم إلا بجناحي طائر لا يطير بأحدهما دون الآخر، وهما الشباب والعلماء، الشباب والعلماء كأفكار وتخصصات. ودعونا يا شباب مثل ما تعودنا نترك التنظير والمحاضرات الفلسفية الأكاديمية إلى الواقعية في الطرح وأدوات التأثير على أرض الواقع. أولاً تعالوا نشوف بالنسبة للعلماء، لو جينا نتساءل والكل فعلا يعني يتساءل، إيش اللي بيجعلهم ضعافا عن دورهم القيادي والتأثيري في رسم الواقع والتأثير للمستقبل؟ هذا مع العلم إنهم كانوا سابقا هم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل، ويخشاهم الحكام ويقفون ببابهم، الحكام يقفون بباب العلماء، والشعوب تأتمر بأمرهم أكثر من الحكام، وهذا هو اللي كان واقعا. فبعد هذا تعالوا نتساءل، والناس صارت تتعب من هذه الأسئلة وفي داخلها، كيف لعالم درس لسنين وتخصص في العلم الفقهي والشرعي ويحفظه ويعلم مقتضاه، إنك تجد لا يخاف رب، وانتوا شايفين أصبح أغلبهم على أبواب الموت، وفي نفس الوقت يفجر نفاق للحاكم على حساب ربه ورسوله، وبيبيع دينه بدنيا ظالم مستبد عميل، ظاهر خيانته واقعا، وعداء الظاهر واضح لله ورسوله يجلب الكفر والإلحاد والمعابد الهندوسية وغيرها وكفار وصهاينة في بلاده أيضا. بل تجد هؤلاء الصنف من هؤلاء العلماء بما يسمى علماء يبيعوا دينهم، وكل هذا لأجل أيضا أحمق منقلب عسكري على إرادة الشعوب يستعبدهم بقوة السلاح وينصر أعداء الله ورسوله والأمة على المسلمين، ويجعل شرائع النصارى واليهود مساوية للدين الإسلامي. والأفظع من هذا يا شباب إنك تجده يطوع النصوص لهؤلاء الظلمة والطغاة والعملاء بغية إيش؟
سلامته وبغيت لعاعة من لعاعة الدنيا، وبعد هذا تجدهم يحلوا حرام. مثل كيف يا شباب؟ لاحظوا أنتوا التلفزيونات، بعض علماء هؤلاء أحلوا الربا، ومنهم إذا بتلاحظوا صار أمر عادي أنه بقعد والله شيخ أزهري بعمة مع وحدة متبرجة، حتى إن نشوف كعامة هذا المنظر فنشوف أنه والله أمر عادي هذا، ونشوفه أنه شيء صار طبيعي إذا عالم يفعل هذا. فيسري هذا في الجيل وهو محرم ويبغض الله ورسوله، هذا حرام يا شباب. وعادي بتلاقيهم والله قاعدين مع المذيعات وماخذين راحتهم والنظر لإلهم، حتى نشوف عادي. يا شباب أنا ممكن يعني كثرة الفاحشة في المحيط اللي أنا فيه، فكل ما حاول أغض البصر يعني يقع هون يقع هون يقع هون، وانت بتحاول جاهدا تغض البصر. فإن كان هذا الوضع خاطئ أنا لا أسوغ وأحلله، الحرام يبقى حرام يا جماعة. احكي أنا مش قادر إني أتماشى أو أستغفر الله، أما تجعل المحرم واللي يبغض الله ورسوله حلال وإنت قدوة. هو المشكلة بعد هذا في إيش؟ إنه استخدام منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأيضا من مكة والمدينة لإضلال الناس وخداعهم، بغية رضوخهم ورضاهم بواقع يفرضه الشيطان وأعوانه. حتى ما سلم الحرمين الشريفين ومنابرهم من إنه الترويج للطغاة والشيطان وأذنابهم وأعوانهم، والشعوب ظلوا راضخين ظلوا مذلولين ظلوا غثاء كغثاء السيل، فجعلوا ربنا أهون الناظرين إليهم. وهؤلاء يا شباب للأسف علماء صار يثقل على الناس، كيف يفعلوا هذا؟ من وين الخلل؟ إيش المشكلة في هذا؟ كيف هؤلاء يصلوا لهذا الحد؟ كيف ما بيخافوا رب واغلبهم بده يموت؟ كيف يصبحوا أداة من أدوات الشيطان بتحليل حرام ويحرموا حلال وفروض واجبة؟ مثل إيش يا شباب؟ مثل القيام لله وكلمة حق عند سلطان جائر، ومطالبة الشعوب بشريعة ربهم ورسولهم والعدل والحرية والحقوق. لا هذا كلياته تخريب ومحرم. قال المظاهرات، والله يا شباب سمعت شيخ، الله أكبر الله أكبر، ما هذا الجهل والفجور؟ ما هذا؟ شيء غريب والله يا شباب، إنه شيء غريب مش من باب الذم، ولكن شيء مستحيل إنه يقول لك مش بس المظاهرات حرام، حتى لو أذن الحاكم إنه في المظاهرات فالمظاهرات حرام. هذا إيش مرجعيته؟ هذا وين دينه؟ هذا إيش يفعل؟ هذا يصلي على النبي؟ هذا يذكر؟ هذا يتصل برب؟ هذا من هؤلاء؟ والله يا شباب والمشكلة كلماتهم مسموعة ومشهورين على وسائل التواصل. هذا عداك يا شباب عن رمم اللحى هذول من جامية ومداخلة ووهابية وصوفية. قال هذول بعض الصوفية يظهر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيبكوا عند سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعدين يخالفوا حالا وواقعا، ويقدموا طاغيتهم ومصالحهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وبعد هذا يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرأة. إنه يا شباب الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يدعم طاغية منقلب عسكري، والعياذ بالله، والله لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والعليكم هان أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا الحد؟ أيها الكاذبون، أيها العصا، أيها المجاهرون بالعداء لله ورسوله، ألا قبح الله هذه الوجوه؟ قال متصوفة يجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم تحت منقلبهم العسكري وحسبي الله ونعم الوكيل. والمشكلة وين؟
إنهم صاروا كثار يا شباب ومعممين في أقطارنا، وآخرين يا شباب في بلاد الحرمين قال إيش لما يتحدث عن طاغية أو سفيه يعادي الله ورسوله جهارا نهارا، قال إيش بدعو؟ قال بالملهم من الله، قال قائدنا الملهم، الملهم من الله. وهون يا شباب يحضرني إشارة رب العالمين في الآية: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. يقدمه قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أنتم ومن على شاكلتكم ومن يدعمون طواغيتهم. وبعد هذا يا شباب بيجيك مشايخ عندهم سطحية في العلم وعندهم قلة في الإدراك، طبعا هؤلاء أقل سوء من سابقيهم، هذول بملوا مواقع التواصل، همهم صرف الناس عن فرض وقتهم وواجب ساعتهم وتشتيت المسلمين عن جمعهم، همهم انتقاد العلماء وتتبع زلاتهم، فأصبحوا كصندوق قمامة يجمع الزلات، وللأسف بيصدر نفسه على إنه حاميا للدين وحاميا للتوحيد. ولو كان صادق يا شباب لركز محتواه على الظالمين والمعاديين لله ورسوله، وأيضا لو كان معه حق لا ينشر البلبلة في وقت تحتاج فيه الأمة لجمع الصف. ونشاهد للأسف يا شباب جمع من هؤلاء من العلماء، الدفع قائم على أشده بين الإيمان وأهله والكفر وأهله، وهذا سارحة والرب رعيها. إيش قاعد بده يجمع مشاهدات من وراء إيش؟ إعادات الفتوى من حيض ونفاس وكيفية الصلاة والوضوء وفضل الصوم والزكاة، مفصول عن الله ورسوله حالا ومقالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا كله يا شباب السؤال الوجيه الآن واللي في صدور أغلب الناس وكاد مثل ما أشرنا إنه يكون فتنة كبيرة في القلوب، يعني من قول الناس إذا كان هذا حال المشايخ فكيف بالعامة؟ فالسؤال الجوهري في هذا: فمن أين يأتي الخلل ويكون العالم كما سبق بهذه المهانة والبعد عن الله ورسوله، وما هي المشكلة الرئيسية؟ يجب علينا أن نجاوب هذا السؤال بوضوح الآن. كيف يصل العالم لهذه الدرجة بعد ما حفظ وبعد ما نشوف البكاء وبعد ما نشوف هذا زينة الكلام وحفظ الأدلة، كيف يصل لهذه المواصيل؟ يعني يا شباب هل المشكلة بنقص علم؟ طبعا لا، فالعلم والحفظ والنسخ كثير، يعني ملان بصدر علماء كنسخ دائما عن سابقين، ولكن يا شباب يمكن اعتباره كسبب فرعها إنه مع كثرة العلم يوجد قلة إدراك واسع في الفقه ككل والمقاصد الشرعية ككل كمنظومة متكاملة للتشريع، والانغلاق على المذهب بتعصب أعمى. هاي يعني ممكن نتخذها من ضمن الأسباب الفرعية، التعصب للمذهب والمدرسة بقلة عقل وعدم الإلمام بشمولية النهج الإسلامي والمقصود الشرعي منه. طيب هل المشكلة بنقص العلماء؟ طيب إذا مش بنقص العلم
لا ملان العلم كثير. طب هل هي بنقص العلماء؟ طبعا لا يا شباب، وإحنا شايفين أنه أصبحوا ألوف مؤلف العلماء، وهذا أيضا يمكن اعتباره سبب فرعي لكثرة المتعالمين يا شباب دون ضابط حقيقي، وقلة العلماء الربانيون العاملون، واللي للأسف أغلبهم في السجون أو مهمشين. وللأمانة يا شباب في هذا الإطار خلوني أبوح لكم بسر في قلب العبد لله، إنه لسنين لما تتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعرف خفايا شخصيته وتعرف سمته وتعرف بداهة كلامه وفعله، وخاصة يا شباب تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت في هذا تتابع علماء اليوم مثل ما حكينا من قبل عادي إنه يفرد إيديه وتقبل، يعني انصدمت يا شباب لعلماء محبوبين يعني وكذا بدخلوا على قاعات بيكونوا مشايخ يعني وناس كبار بيقبلوا في ديهم هو مش متطلع، تلاحظوا الكبر يعني هو كبر إنه هيك يرضى إنها تنباس إيده، وحتى إنه مش متطلع عليه، يعني دليل إنه العلم مفصول عن العمل. والبعض منهم شفنا هيك بيكون موجود والكل قاعد بيقبل في راسه وهو عادي قاعد بعطي راسه هون وبعطي راسه هون وبعطي راسه هون. فبمتابعتك الشديدة لسنين للحبيب صلى الله عليه وسلم وتعرف ما خفي أعظم من هذه الشخصية، أنا لا أتكلم الحين يعني كرسول وإنما كإنسان، يعني عظمة هذه الشخصية، تجد والله يا شباب الفرق شاسع بين المعلم الأول والمتعلمين المتأخرين. أحكي لكم مثل يعني حادثة في هذا الشأن. في أحد عباد الله كان حاب في أوقات إنه لما يشاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه يقبل يد الحبيب صلى الله عليه وسلم ويلامس جلد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان حاب إنه يقبل يد الحبيب، فسبحان الله بيبين في وجه الحبيب والله يا شباب كراهته لأنه يمد يده وأحد يقبلها. ولاحظ أنت العلماء، شوفوا الفرق بين شخصية الحبيب وشخصية العلماء، تواضعا لاحظوا هذا من رسول الله، لاحظوا التواضع قديش. وحين يعني علم الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه حاب جدا هذا إنه يقبل يد الحبيب صلى الله عليه وسلم في كذا موطن فما بده يكسفه، فلاحظوا يا شباب لما مد إيده الحبيب انحنى هيك كأنه بده يقترب من يد اللي يشاهد، فنزع يعني نزل إيده بسرعة المشاهد وقبل يد الحبيب صلى الله عليه وسلم بما معناها، يعني حتى نعرف يا شباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب هذه بس يعني خفايا شخصية الحبيب وبداهة أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وسمته، هاي بدها حلقات راح تكون مميزة لو أفردنا لإلها حتى نعرف خفايا من شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا المقربين من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم أدبا كحزب واصطفاء لهم عن باقي البشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، إن لم أكن منهم فلي في حبهم عز وجاه. نرجع يا شباب، إذن ما هي الأسباب الرئيسية اللي تجعل العالم الديني شيطانا والعياذ بالله يرجم سمه باسم الآيات والأحاديث ليضل الناس عن سبيل الله؟ فيرجع الأمر يا شباب لثلاث أسباب رئيسية. أولا لا إخلاص حقيقي لوجه الله حبا
ولرسوله نهجا صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، بل تعلم العلم ليمتهنه ويكسب من ورائه، فيدير هذا العلم حسب سلامة الشخصية ومصلحة الشخصية. والدليل على هذا يا شباب واقعا إنك تراهم يتسولون أبواب السلاطين وحريصون عليها وعلى الوظائف العليا، وهون رب العالمين إيش يعقب على هذا؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثانيا، السبب الرئيسي الثاني اللي يجعل العالم هكذا، قلة الوصل والذكر والخلوة مع الله والصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم وقتا وحالا حقيقيا وليس ترديد ألسنة. فأصبح الوقت مع الناس ومراعاة هؤلاء الناس أكبر من الوقت مع الله ومراعاته، فيصبح العالم طبل أجوف تسمع طنينه ولا ترى تأثيره، ما لهمش أثر على أرض الواقع يا شباب. ليش؟ لأنك لما تضعف صلتك بالله ورسوله يضعف تأثيرك وصلتك مع الناس. هذه مشكلة يا شباب، إنا تمسكنا بالعلم الورقي فأصبحنا نسخ عن الوصل مع الله ورسوله. أصلا هو العالم يا شباب أصلا يعني نائب عن الله ورسوله في الأرض، ينوب عن رسول الله عن المنبر. ترك الأصل هذاك كله وتمسكنا بالورق، ترك الروح وتمسك في ظاهر الأمر، ترك الأصول وتمسك بالفروع، فاختل الميزان كليا أصلا. فعشان هيك بنحكي يا شباب مشكلة كبيرة إنه العالم لمجرد إنه يعلم ويحفظ ويقرأ الكتب إحنا نسميه عالم أو جاز له الإفتاء والتكلم عن الله ورسوله. ثالثا، عدم وجود ضابط ومرجع بقوة يكون مصدره واضح مثل الكتاب، يعطي الشهادة على حسب إخلاص وتقوى العالم وقوته في الحق وعلمه الواسع في شمولية فقه الدين الإسلامي، فيفلتر التخريج الجامعي هذا لما للعالم من قدر وقيمة عليا كنائب عن الله ورسوله. فبكل وضوح يا شباب ونقولها بأعلى صوت، لا تقل لي عالم متصل بالله ورسوله يعلي أمر الله ورسوله عما سواهم ولا يأتي ليقف بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله أولوية في حياته. ليش بتحكي هذا؟ هذا ما أشار له الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل يا شباب إيش بعض المشاهير، إنه يقال له هنا رسول الله لمدة سنين بمصادر مختلفة وتواتر وقوة لم تسبق من قبل وتكرار مشاهدة، فأصبحت مش رؤية رسالة، ولا يهتم ولا يأتي. أقسم بالله العظيم إنه صايبني العجب، أكاد يعني أجن. معقول هؤلاء أهم شيء عندهم الله ورسوله وتتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا شباب إحنا بنحكي للعامة، إذا ما كان هذا الأمر باب الحبيب صلى الله عليه وسلم أهم شيء عندك وتتابع وتتفاعل معه فلا تنضم، واللي منضمين بالألوف الآن فوق 140,000 اسحبوا، مش والله موقع وقاعدين بنجمع له ولا ابتغاء دنيا من وراء هذا، لا، هنا باب رسول الله، هنا مدرسة الحبيب المصطفى، وما أدراك ما هنا،
هنا مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أنت عدم وجودك وعدم انضمامك يضرك أنت ويؤخرك أنت ويبعدك أنت. كم من رسول يا شباب ما تابعوا أحد ولا واحد كان له تبع، هل هذا يضعف الرسول أو يضعف الرسالة؟ وهكذا أمر الله ورسول الكتاب يا شباب، إذا ما استجبنا له وتوحدنا وانضمينا على ما يحب الله ورسوله فإحنا الخاسرين، وقد كنا خاسرين وما زلنا خاسرين. والمشكلة يا شباب نعاند من حيث لا قوة مصادر ولا بديل موثوق مثل هذا الأمر، ولا قوة منبع مثل هذا الأمر. يا شباب سهل تتعلم، سهل تأخذ شهادات، وهذا موجود وألوف، يعني هذا سهل. أما إنك تجلس لسنين يا شباب لأجل معلومة واحدة هو ما يحب الله ورسوله، ونريد بيقين من الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيتبين، هنا الشيء النادر، هنا الشيء العظيم. الكتاب يا شباب رفع عنا عيب كبير، إنا لسنين بنظل نحكي كانوا في السابق، شاهدوا في السابق، أما الآن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما فيها من يتواصل ويشاهد الحبيب والرسول متواصل معه. لا والله ما خليت الأمة من هذا، والكتاب أكبر شاهد على هذا الأمر. يا شباب نصيحتي والله لا تجعل الشيطان يقف حائل بينك وبين أمر الله ورسول هذا الكتاب، فهو من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو من سماه، ومن يعاند فليسوغ سبله إن نجح. وإنكارك بظن لا يغني من الحق شيئا. بكفينا يا شباب لعب عبر السنين، وتوهان عبر السنين، وظنون عبر السنين، وتعصب عبر السنين بجهل وطفولية هائلة. آن الأوان نتبع رسول الله، آن الأوان نتبع الحق، ولكن يا شباب كما يريد الله ورسوله وليس بهوى وكما نريد. مع أنه لا تغفلوا يا شباب أن كل الأمة ننتظر إن سنين قائد مسلم يجتمع عليه الناس ويحرر الأمة، فمن الله علينا بأعظم مما كنا نتصور. الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله ليكون مصدر راحة وفرح واطمئنان واستبشار للمستضعفين بعد هذه السنين. فإيش إحنا بالمقابل بنسوي؟ لا نستجيب. ليش يا رب؟ لأن الأمر يمشي على ما يريد رب العالمين وليس على ما نتصور ونريد. أجرى الأمر رب العالمين ولكن كما يشاء، ليس كما نريد إحنا. ولكن الأمر ظهر يا شباب، وبه رب العالمين سيرفع أقواما ويخفض آخرين. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآن يا شباب إحنا لا نتكلم عن صراع دنيوي ومناصب دنيوية وقيادات دنيوية، الآن نعلو بهذا بكثير بحبيبنا رسول الله. فمما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. وبعد هذا بدنا الكل يستبشر إنه يا شباب ما يحدث في غزة مقدمة تغيير حال. فعند الاضطراب دائما وأبدا يكون التغيير وليس عند الركود. فكل محنة تمر بك تكرهها هي من وجه آخر منحة لفرج وحال أفضل. لا يمكن إنك أنت في حال السلم تقدم عليه وإنت أمورك سالكة. وهذا من إيجابية النهج، تحويل نقاط الضعف لقوة كما في أمر الله ورسوله الكتاب.
وهذا يا شباب كل ما سبق بالنسبة للجناح الأول اللي هم العلماء. أما الجناح الثاني للطائر اللي لا ينهض إلا بالجناحين فهو قوامة الشباب من مياعتهم. ولو ركزنا في الشباب نجد السبب الرئيسي في ضعفهم هو تربيتهم، وهذا يعكس بجلاء اهتماماتهم. فقل لي إيش اهتماماتك أنت؟ أقول لك من أنت فورا. فبدلوا بدل جماعات الذكر والقرآن والمساجد بجماعات الغواني والسفالات والملاحد، وبدلوا لباس الرجولة والحشمة والتقوى لباس المخنثون والعرى والهوى، وبدل امتلاء العقول بالفكر والعلم النافع ومعالي الأمور امتلأ الرأس جلا وجهلا وسخافة الغرور، وبدل ما تعمر القلوب والنفوس بنهج الحبيب ومعية الرحمن بدلوها بنهج الساقطين يقودهم الشيطان، وبدل استثمار أوقاتهم لما في وحدتهم ونهضتهم وقيادتهم يضيعون أوقاتهم في ألعابهم وشهواتهم وغفلاتهم. فالحقيقة الجلية يا شباب إنه ما نصر الحبيب إلا شبابا، ولا أمة أصبحت عظيمة إلا قادها شبابا. يا جماعة آن الأوان والله إنا نستحي من الله ورسوله. يا شباب لما تلاقي البنات، وللأسف في منهم والله حاطة منديل عراسة وبلاطين، طبعا هؤلاء مش محجبات يعني، ولكن لما تشوف مطرب وتنجم وتموت وصعقت إنها رأت صلاح الدين وإنها رأت محمد الفاتح، ويتصوروا مع مخنثين ومغنيين بلاطينهم ممزعة وساحلة بلاطينهم وبيلبسوا سلاسل هيك زي الكلاب، بتموت قال إنها تأخذ صورة معه. وهذا في الأصل تخيلوا يا شباب الحبيب إنه يكون بيننا ويرى هذه المناظر وهذه المتبجحة، شو بده يصير؟ الزنا أصبح إشي عادي يعني، والاختلاط المحرم أصبح إشي عادي هذا في زمننا؟ ما بدنا نصحى يا جماعة ونستحي من الله ورسوله؟ ولا تلاقي على الطرف الثاني الذكور والله ورا كل وحدة تتعرى، أو ورا كل وحدة والله بده يتصور معه ميت. شباب اهتماماتهم اهتمامات عظيمة، بده يتصور مع فلانة وفلانة والعياذ بالله. والله الدواب أشرف منهم ومن مناظرهم هاي اللي كلياتها أصبحت زي براطيم البقر هيك وبيطلعوا والعياذ بالله، فقدوا النعومة والجمال والفطرة الإنسانية أصلا، فأصبح شبابنا مثل البهايم ورا شهواتهم والعياذ بالله. ما آن الأوان إنا نستحي يا جماعة، ما آن الأوان نرجع لرب العالمين ونرضي الله ورسوله كما يحب الله ورسوله، ونكون جند الحبيب حقا بهذا الوقت وبهذا الجيل بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. ونقول حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقنع منهن بالبلل، رضا الذليل بخفض العيش مسكنته، والعز عند رسيم الأينق الذلل. إن المعالي حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل، أن العزة في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، أعلل النفس بالآمال أرقبها
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. غالي بنفسي عرفاني بقينتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذل. وعادة السيف أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي. وعادة السيف أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي. ما كنت أؤثر أن يمتد بي زمني، حتى أرى دولة الأوغاد والسفل. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي، لو أمشي على مهلي. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله، فتمنى فسحة الأجل. فإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل. فاصبر لها غير محتال ولا ضجر، في حادث الدهر ما يغني عن الحيل. أعدى عدوك من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخل. غاض الوفاء، غاض الوفاء وفاض الغدر، وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وشأن صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل؟ ويا خبيرا على الأسرار مطلعا اسمك، ففي الصمت منجاة من الزلل. ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ قد رشحوك لأمر إن فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله، وإن شاء الله سننتصر به.